جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. منذ 4 سنوات اشتريت طقم ذهب وسعره 4000 ريال ولم أخرج عليه زكاة، ماذا علي؟ إن سمعت من بعض الناس أنه لا زكاة على الحلي، وبعض الناس يقول إن عليها زكاة، بماذا توجهونني جزاكم الله خيرا، وأي العملين أتبع وفقكم الله؟ هذا الحلي إذا كان معدا للتجارة أو للقنية والاحتفاظ به للحاجة فهذا فيه الزكاة. على كل حال إذا بلغ النصاب فيه الزكاة، وهو أن يخرج منه ما يقابل ربع العشر. أما إذا كان معدا للبس والزينة تتحلى به المرأة وتتزين به فهذا قد اختلف العلماء في وجوب الزكاة فيه على قولين. الجمهور أنه لا زكاة فيه لأنه في عداد المستعملات كالثياب والمركوبات من البهائم والسيارات والمساكن والمؤجرات، كل هذه لا زكاة في أصولها لأنها معدة للاستعمال والاستهلاك. والقول الثاني أن الحلي من الذهب والفضة خاصة فيهما الزكاة مطلقة، سواء عد للتجارة والنماء أو عد للاستعمال واللبس، والمسألة خلافية. فإذا خرج الإنسان من الخلاف وأدى زكاة الحلي هذا أحوط وأبرأ للذمة، وفيه خروج من الخلاف. الحمد لله. نعم.